هذا والله منيح يا شيخ. زين والله زين. كل سنة وانت طيبة يا روحي. بتفرسني. بتفرسك ازاي يا روحي؟ في واحد يدي لمراته هدية كعطيلة فلوس زي اللي لبسها لها في رقبتها دي. وماذا يا حبيبتي ما دام ربنا مديله ويديها. اشمعنى انت ما بتعملش كده؟ هو وارث يا روحي، انا بشتغل وطافح الكوتة وهيتي على مهيتك وعايشين زقة. امال هو جاب الفلوس منين؟ وارث يا روحي، وارث. وارث؟ اه. يا كبتك. وارث عمته. انت بتصدق الكلام ده؟ ده بيهلب يابا. يا شيخة بلاش افترى، يهلب يعني ايه؟ طبعا مش خيبان زي حضرتك. غني يعني ايه يا روحي؟ عايزاني اعمل ايه؟ اهلب. قوم ارقص ولا غني ولا مدهلي رقص لك ولا اعمل اي حاجة، يمكن حد يرش علينا ولا احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، احنا بنرمي المساء، ما هي ناس اخر حلاوة ويانا ما نسى. احنا بنرمي المساء على صاحبك ويسا، احنا بنرمي المساء على صاحبك ويسا، ما هي ناس اخر حلاوة ويانا ما نسى. ما هي ناس اخر حلاوة ويانا ما نسى. احنا بنرمي المساء، 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 احنا بنرمي المساء. صحبة منورين، صحبة سكر زيادة من حيرة وقنا بيه. احنا بنرمي السعادة على صحبة منورين، صحبة سكر زيادة من حيرة وقنا بيه. انا بمسي عالحبة دول والحبة دول والحبة دول، انا بمسي عالحبة دول والحبة 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 دول. كراسي يا معلمة على عيني يا معلم، كوتشينة يا معلمة على عيني يا معلم، شماسة يا معلمة على عيني يا معلم. أهلا بالست الهانم، ما في حلو وهوانم. أهلا بسعادة البيت، حدش بيشوفك ليه. كراسي يا معلمة على عيني يا معلم، كوتشينة يا معلمة على عيني يا معلم. أهلا بالست الهانم، يا ما في حلقان وخواتم. أهلا بسعادة البيت، حدش بيشوفك ليه. أهلا بسعادة البيت، ايه ده سعادة البيت. وعشان الليلة دي جينا نقدم تحية، عشان الليلة دي جينا نقدم تحية، ونرقصكم معانا عالغنوة الحلوة دي، عالغنوة الحلوة دي. ما باخدش منه
كل الحلوين معانا والليلة الجو نقطة. وحنرفع مستوانا وياكم نقطة نقطة. واعمل معروف يا بعد ملفوف ياللي خدودك سكر مقطوع. اعمل معروف يا بعد ملفوف ياللي خدودك سكر مقطوع. حبك على فين حبك على فين حبك على فين حبك على فين حيوديني حيوديني. منين دهلك مين يا بتاع الياسمين منين دهلك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك ده بلال في خدود ست الكل يا بتاع التفاح لون تفاحك راح بص علينا وطل يا حورية يا ولا شقية يا ولا عينيها يا ولا اه يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا آه يا ولا. عشان الليلة دي جينا نقدم تحية عشان الليلة دي جينا نقدم تحية ونرقصكم معانا عالغنوة الحلوة دي عالغنوة الحلوة دي. بعدك انت مولا ولا ولا قريبي لمراد انتم دايم 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 سالمي. بعدك انت مولا ولا ولا قريبي ما تردوا مال علينا مالكم مالكم بلمي. واخدين بالكم ولا ولا مش واخدين ادونا اي حاجة دحنا دحنا مفلسين. ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة. واحنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء احنا بنرمي المساء ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مقانسة. احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مقانسة ما هي ناس اخر حلاوة ويانا مقانسة. واحنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء على صحبة كويسة احنا بنرمي المساء 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 احنا بنرمي المساء. برافو برافو يا جماعة يلا البوفيه جاهز. برافو برافو اتفضلوا على البوفيه. اتفضلي على البوفيه. اتفضل على البوفيه ايه هوي على كبستي فين؟ مش شورتك المهببة؟ ما تيجي نروح. نفوت ناخد حتة لحمة للواد اللي في البيت. دول منظر ناس هيسيبوا حتة لحمة دول هيمسحوا الأطباق مسح يا حبيبي. على رأيك. يلا شنطتي فين؟ لسه على ناس متيسة شنطتك في الشماعة اللي بره. طيب يلا. نخرج كده بقيمتنا أحسن. هاتي إيدك. قلطة يعني؟ أوي. يعني ولا جعانين ولا حاجة. احنا بنرمي المسا على ناس متيسة. العربية قاعدة تزمر من الصبح. طيب يا ولا وانا بلعب يقول عليا وعلى سنين السودة. استنى لخمتني امسك يلا. هات
المسروق ولا عايزه تهميني؟ خيبه فاكر برضه افتكرتك هتنسى. امسك اهو اتفضل شيلم برضه. هو انا ناقصاك؟ احمد ربنا يا حبيبي عليا منك ولا من ابوك. يلا نجرع على المدرسه. ايوه انا جاي. الواد هيطلع قواد كوبايه الشاي حلوتي. انا كمان هتاخر على شغلي. ولا عايزني اقعد في البيت بقى ونشحت احنا الاثنين؟ خلاص يا جميل من غير نرفزه ومن غير ما تنرفز نفسك. انا اعمل الشاي بنفسي وانت روح شغلك. خلاص هنا بقى. انا في حاجه فلقاني. ايه مدرسه الرز والزيو اللي انت مودي الواد فيها دي باوتومبيل وسحبه ماهيتنا كلها؟ فرع عنطزه هو؟ مش احسن مدرسه في مصر؟ احنا مش متفقين لحياتي ان الواد ابننا ده يروح احسن مدارس، ياخد احسن فرص في الحياه احسن مني ومنك. ان شاء الله هشام كده هو اللي ياخد الهندسه من هنا ويسافر على امريكا ويبقى المهندس الخصوصي بتاع البيت الابيض. ويسيبنا احنا في البيت الاسود. هيروح امريكا ازاي يا حبيبي طول ما انت محلك سر وعايش على ماهيتك كده؟ هيروح امريكا ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين انا متنرفزه وهفضل متنرفزه مهما عملت. حصل. انا رايحه الشغل يا حبيبي. بلاش شغل وخليك. احترم نفسك شويه، حسك ما تستغلش ضعفي. ان شاء الله ربنا هيعدلها. بكره يبقى معايا فلوس كتير قوي واودي الواد امريكا واجيب لك كل اللي انت عايزاه. بس ازاي بقى؟ معرفش. مدى دينا فين تذاكر الجروب اللي طالع نيويورك؟ حالا يا فندم جاي حالا. الباسبورات ايه والتذاكر بس ناقص ثلاثة على الويتنج ليست هيدونا بيهم خبر بعد نص ساعة. الباسبورتات دي كانت لازم تخلص من امبارح. ايه اللي اخرك يا مدام؟ يا فندم سيادتك عارف المواصلات الواحد بيتبهدل قوي يا فندم. اسمعي انا ما احبش الاعذار. اتفضلي شوف شغلك. كل موظف مهمل هو اللي بيتحجج بالمواصلات. دي حاجة بقت تقرف. اتفضلي مع السلامة. مفاتيح الخزنة يا ابني كانت في جيبي مش لاقيها. الله ينحل ابو العيال وخلفة العيال. 12 حلوف في رقبتي غمهم خبلوني. خد بالك ما تنظرش حولك يا عم خليل. ثم تعالى هنا ما دام عندك 12 حلوف وخابلينك ما تبطل الترلملة من اللي عمال تاخده ده. دي شغلانتك دي عايزه تركيز وتفكير. ولا يا سيسي؟ تلاقي ناس المفاتيح في الخزنه وبيدور عليها. يا بخته يا سيدي اللي هيلاقيها. هي فيها كتير يا عم خليل؟ الحمد لله انها فاضيه، لكن بعد بكره هيكون فيها مليون جنيه مصاريف المشروع الجديد. مليون جنيه؟ يا نهار اسود. دور يا عم خليل على المفاتيح يمكن تكون نسيتهم في البيت هناك. اخد اذني واروح اشوفها في البيت وامري لله. ولو اني يا استاذ عزه انا متاكد انها وقعت مني هنا في الشركه. يا عم اتكل على الله. قالوا قاعد في الشركه على طول. الشهر اللي فات قعدنا ساعه قدام الخزنه واحنا بنقبض. قال ايه؟ برضه بيدور على مفاتيح. وفي الاخر حانت الساعه لقوا اربعين ورا السيفون. الله بتدور على ايه يا عم خليل؟ ما شفتش مفاتيح الخزنه يا ولد حنفي؟ مفاتيح الخزنه؟ اه خبر. دي انا كنت عملت بيها عمايل. مفاتيح الخزنه بقى والرزم والفلوس مستبه كده. رزم 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 يا شيخ اتنين. دي فاضيه فاضيه. يا خساره. ما دام فاضيه بقى خد المفاتيح يا عم خليل. هات عليك واحده يا عم خليل. قوم كتك ده يلا ناقصك يا مروه دلوقتي تلاقيها. اني ادب الله. ايه انت مش ناوي تروح ولا ايه؟ اخلص المشروع ده بس يعني خمسه كده واروح بعدين. السلام عليكم. Thank you.
لقيتك لقيتك فين يا حنف؟ في الطرقة الخليل. ايدك بقى على الحلاوة. في الطرقة؟ اه. وايه الوقت ده الطرقة؟ هي المفاتيح بتمشي؟ بتمشي ولا بتنام؟ انا مالي. ايدك يا عم على الحلاوات. مش خسارة فيك يا ده حنف. خد ايه ده يا عم خليل؟ باريسة؟ ما هي الخزنة فاضية. ما لو كانت مليانة كنت لقيتك عشر لحليح. انما انت فقري بقى اعمل لك ايه؟ حلوم احسن ببلاش. يا رب يا عم خليل المفاتيح تروح منك والخزنة مليانة عشان نتحل يا عم خليل. خوك يا جدع يا فلا الله ولا فالك. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ اذا سمحت انا عايز اعمل مفتاح. مفتاح عربيه؟ لا مفتاح دولاب. دولاب؟ ايوه. طب اجي معاك بقى علشان اشوف. لا انا عايز حضرتك تعمل المفتاح هنا. طيب معاك مفتاح اعمل لك زيه؟ معايا بس ايه هو يعني مش مفتاح بالظبط، نقدر نقول عليه رسم مفتاح. وعايز حضرتك تعمل لي اخوه صوره تبقى الاصل. طب ومال؟ اشوف؟ قوي. اتفضل. الله 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 ده مفتاح الفرج. ايوه مفتاح الفرج. قول لي. نعم. الخزنه فيها كتير. خزنه ايه؟ ده مفتاح دولاب. خزنه ايه؟ الله ما تخلينا نتفاهم بقى على المكشوف. وانا مش عاوز المفتاح. لا عايزه طبعا. امال انا يعني جاي لحضرتك وقصدك ليه؟ عايزه. خلاص نتفق. على ايه؟ على مفتاح الفرج. انت عايز ايه بالظبط؟ ألف لحلوح. ألف لحلوح؟ يا راجل حرام عليك، صلي على النبي، ده أجدع مفتاح في الدنيا بخمسين قرش. وبأربعين قرش لو كنت جبت لي مفتاح عشان أعمل لك زيه، إنما مطبوع على صلصال يبقى بألف جنيه. ليه بس ليه؟ ليه يا راجل يا طيب يا أمير ليه؟ عشان أنت حرامي. لا ما تلبخش فيا بقى، هنمسك في بعض ونروح القسم على لك محضر. بقول لك حرامي، ولو ما كنتش حرامي ما كنتش طبعته على صلصال. طب هديلك بقى ايه؟ 100 جنيه. 1000 جنيه وحلال عليك الخزنه باللي فيها. واسمع ما اقول لك، من هنا ورايح لا شفتني ولا شفتك ولا اعرفك ولا تعرفني، وحلال عليك الخزنه باللي فيها. فاهم؟ قلت ايه؟ و استلمه منك انت. بكره زي دلوقتي باذن واحد احد. ماشي يا اسطى. اتفضل. بكره اجيب لك الفلوس واستلمه على طول. وانا في انتظارك. بس ارجوك تخلصوا لي بسرعه. والو من عينيا الاثنين. الصبر مفتاح الفرج. على ايديك ان شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخويا الدنيا جرى فيها ايه؟ اللي يجيب لي مفتاح مطبوع على صلصال، واللي يجيب لي مفتاح مطبوع على صابونه، واللي يجيب لي مفتاح مطبوع على مصيص. نايته الصبر مفتاح الخزن. مالك يا عزيزي؟ مفيش. هي اللحمه دي مقطوعه عن البيت؟ ايوه مقطوعه عن البيت. عاوز ايه بقى؟ مش بجيب لكم لحمه مره في الاسبوع هتنهبوا؟ دينا مش واجب. معلش يا شباب. معلش يا حبيبي. معلش بكره ان شاء الله هجيب لك لحمه كل يوم. خش اوضتك دلوقتي اغسل ايديك وذاكر. انا عايزك تطلع الاول على المدرسه كلها. ولما اخد الثانويه تسفرني امريكا كمل تعليمي هناك. هسفرك امريكا وتبقى باشمهندس قد الدنيا. هتبقى المهندس الاول في البيت الابيض. طب انا بقى مش حامل الا لما اتخرج. هو ده الكلام يا دكتور. وباش مهندس كمان. هو باش مهندس كمان يا حبيبي. انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايتي ايه؟ عمال تنفخ في الواد على ايه؟ دخلته مدرسة أجنبية وعربية بالشيء الفلاني وقلنا ماشي، دلوقتي عمال تسرح بيه وتقول له هوديك أمريكا، على إيه؟ أنت فاكر نفسك مليونير؟ وحياتك وحياتك يا دينا وحياة غلاوتك عندي لحودي الواد ده أمريكا، لما هيكون على جثتي هوديه أمريكا يعني هوديه أمريكا. منين يا عزت؟ أصل عقبال عندي كده بعد كام يوم حورس. حورس. طب ده أنت يا أفقر خلق الله، أغنى واحد في عيلتك. صدقيني زي ما بقول لك بكره ان شاء الله هيبقى معايا مليون جنيه. عزت فوق لي وحياه اللي خلفوك انا مش ناقصه. دينا انا فايق جدا وحياه حبك ليا. بكره هيبقى معايا مليون جنيه. جنيه ينطح جنيه. انت بتتكلم جد؟ عمري ما كنت جد زي دلوقتي. طب قول اللي انت عايزه على طول بقى من غير لف ولا دوران. بكل صراحه
انا محتاج لألف جنيه ضروري. ألف جنيه؟ تبقى هتتجوز عليا؟ معقولة يعني اتجوز عليكي؟ امال بس عايز الألف جنيه في ايه؟ ما انا عشان اجيب المليون جنيه محتاج لألف جنيه فورا. ولا مليون؟ من غير اي تساؤلات دلوقتي اتصرفي وقتي للألف جنيه وبعدين بيحاسبيني. الله، الحكاية جد بقى؟ جد جدا طبعا. اتصرفي يا دينا قولي لي هنعمل ايه؟ بس فرحه تقولي لي شوشو جوزها جاب لها وفيفي عندها وتيتي ابن عمها ومش عارف ايه. ايوه طب هجيب لك منين بس عايزك 1000 جنيه؟ انا عارف، فكري معايا. اسمعي اسمعي اسمعي، انت مش عندك اسوره دهب؟ قصدك الشبكه بتاعتي يا عزت؟ بكره ان شاء الله هجيب لك احسن منها، دهب، الماس، ياقوت، هجيب لك علي بابا شخصيا. فلوس فلوس هتبقى معانا يا دينا، فلوس مش عارفين نعمل فيها ايه. ان شاء الله عايزك جوزك كده بكره يفطرك في لندن ويغديك في باريس وتاخدي الشاي في سويسرا وتتعشي في لاس فيجاس في امريكا. عندهم لحمه راس في لاس فيجاس يا حبيبي؟ اكيد يا حبيبتي، كرشه، كوارع، منبار، لحمه راس، السلخانه كلها هناك هتبقى تحت امرك. هيبقى معانا فلوس هنا، فلوس فلوس هتبقى معانا بالزوف انا وانتي، ومش عارفين نعمل فيها ايه. صحيح يا عزت؟ صحيح، روح. يو صحيح بجد؟ بجد طبعا. خلاص يا دينا خلاص، عجلة الحظ لفت معايا. بكرة تشوفي عزت جوزك ده هيعمل ايه. ياه ما قلت لك يا عزت، ده انا ريقي نشف يا شيخ وانت مطنشني على الاخر. عندك حق، خلاص سمعت كلامك ولقيت انك صح. نجيب الاسوره؟ نجيب الاسوره، مفيش حاجه تغلى عليك. تعال نخش نجيبها من اوضه النوم. انا بقى دماغي مصدعه ونفسي فنجان قهوه. عندك بن جوه؟ عندي فوق البتاع دي، عندي بتاع كيسين رانيا وثلاث اكياس برازيلي. اعمل لك فنجان معايا؟ انا برازيليا وانت رانيا. حاضر يا رانيا. جميل، اتفضلي يا حبيبتي. لا مش دي، ايه؟ انت برازيليا وانا رانيا. انا برازيليا. صح تمام. انا خدت الفنجان المليان. يا نيني قولي. صحتك يا قمر. شيريو شيريو لذيذ قوي. ايوه حالا قول لي بقى، المليون جنيه دول هيجوا لك منين؟ نوت ناو يا جميل، بعدين. لا ناو بقى، ناو ايام يور هازبند. هازبند ايه بس؟ التانية اسمها ايه الست؟ وايف. اكس اي اف اي. يا حبيبي ايوه، ايام يور وايف اند ايام وز يو ان افري ثينج، يعني اللي هي اسمها فيها لخ فيها، وانا على قلبك لطالون بالانجليزي. يا حبيبتي المثل البلدي بيقول ايه؟ داري على يور كاندل تقيد، وانا بقى حداري على شمعتي عشان الخطة ما تبص. خطة؟ خطة ايه؟ انت ناوي تلعب بديلك؟ مش عايز كلام دلوقتي، هوديني يا دينا كده واسمعي الكلام تكسب يا جميل. طيب خلاص، انا يهمني ايه غير راحتك والفلوس؟ انا يهمني الفلوس وراحتك بعد الفلوس يعني. راحتي بعد الفلوس. يا سويرة اهي، اوعى بقى الراجل يضحك عليك، الدهب غالي قوي اليومين دول. يوزن قدامك يا اما توزن بره. ميرسي يا جميل. عفوا. خلاص المفتاح يا باشمهندس، مفتاح. جاهز وهلسطة، يا دوب حط المفتاح يفتح معاك على طول. متأكد انه مش حي عصلك؟ انا معقول برضو لصنعتي وكاري، يا انا واقف عليا زيك كتير. عظيم، وادي ال 1000 جنيه بتوعك اهو. باكوا كده مظبوط؟ المفتاح يا باشمهندس، مفتاح. اتفضل. مظبوطين دول؟ عدهم يا سيدي. برضه هخونك. معلش يمكن يعني خسوا خمسة عشرة فلتوا منه في عد بس. يا سيدي وفي حرامي بيلعب على حرامي؟ يا سلام عليك لما تجرحني وتجرح احساساتي بالكلمة البايخة اللي بتقولها دي. حرامي ايه؟ طب يا سيدي خلاص ما تزعلش، انا اللي حرامي. ما خلاص ما عادش فيها كسوف. يما اعملي معروف. يما هو مفتاح الخزنة. يما يما. بقول لك ايه؟ نعم. احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. قول يا باسط، على رأي المثل اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، واللي ينكسف من بتاع المفاتيح ما يعرفش يفتح خزن. على العموم انا متشكر قوي يا باشمهندس مفتاح، واحنا طبعا زي ما اتفقنا، انا لا شفتك ولا شفتني، لا عرفتك ولا عرفتني. تعجبني. سلام يا باشمهندس مفتاح، عظمه. سلام.
يا اخويا موظفين ايه بتوع اخر زمن دول؟ تعبات الاوضه. هشام صاحي ولا نام؟ اوه نام من زمان. احسن. وايه ده اللي احسن؟ انت مش هتقول لي في ايه بقى؟ بعدين يا دينا بعدين. طب وديت حق الاسوره فين؟ بعدين يا حبيبتي بعدين. يوه يا عزه كل حاجه بعدين بعدين، لازم اعرف دلوقتي قبل ما انام. نام عليك. ايه ده؟ ده شبشب الهنا. ايه ده بجد؟ ده يا ستي مفتاح الفرج. لا النبي، ايه ده صحيح؟ مفتاح الخزنة. خزنة؟ خزنة ايه؟ الخزنة بتاعت الشركة بتاعتي. بعد يومين اتنين بالظبط هتبقى مليانة فلوس. روزة روزة روزة. تتكلم جد؟ يوم الخميس الجاي بالتحديد. مليون جنيه دينا، الدفعة الأولى بتاعت مشروع استثماري جديد. طب وانت خدت المفتاح ده منين؟ سرقته من الصراف؟ أنا مش عايز أسئلة دلوقتي، وسيبيني أفكر برواقة عشان أعرف أتكتب. أيوه طب هتعمل إيه بالمفتاح ده؟ سلام عليكي وعلى أسئلتك، يعني حامل بيه إيه؟ شوربة؟ مش لازم أعرف يا عزت. شوف يا دينا، الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي فيها ناس كتير قوي عندها فلوس كتير قوي ومحدش عارف جايه لهم منين. شيطاني كده، والناس كلها بتضرب لهم تعظيم سلام وبيحترموهم قوي. انا قررت ان انا احقق لك كل حاجه انت عايزها. مش انت عايزه تبقي زي شوشو؟ عندك عربيه 6 متر، شقه على النيل، وفساتين ومجوهرات. وانا عايز ابني ياخد حظه من الدنيا دي احسن مني ومنك، ويبقى مهندس دكتور ويسافر امريكا. عشان كده أنا كمان قررت يبقى عندي فلوس كتير، منين مش مهم، والناس كلها تضرب لي تعظيم سلام. سبحان الله، ومين ما نفسوش في كل ده؟ بس مش تقولي هتعمل ايه الأول قبل ما تضيع كل اللي بتحكي عليه ده هو وتودينا في داهية؟ عندك حق، ومنك نستفيد يا ستي. طيب لو أنت معاكي المفتاح بقى تتصرفي ازاي؟ هقول لك حاجة. أولا في حد غيرنا يعرف إن المفتاح ده معاك؟ أكيد لا طبعا. يبقى إذا لازم نمشي بقى بخطوات محسوبة ومرسومة. صح. نمرة واحد طبعا ما تخليش أي حد يشوفك وأنت بتاخد الفلوس. قولي يعني حد هيشوفني يا دي. بقول لك احتياطي، ما تستقبليش كده. ما تقوليش أسئلة سخيفة كده. طيب شوفني. بص نمرة اتنين، يبقى معاك عربية سايبها بره علشان تقدر تهرب فيها بسرعة بدل ما تجري على رجليك. صح. أستلف عربية صاحبي حسن. وتخليها دايرة. ماشي. تمام. نمرة تلاتة، ما تسيبش أي أثر يدل على إنك كنت موجود هنا، بصمات بقى، أقدام، مش عارف الحاجات دي. راجب يا معلمة. روحي يا حبيبي تعالى بالعجل. Thank you.
داخل في الخزنه لوحدك؟ أما مفتاح، أنا مديك 1000 جنيه في شغلانة ما تستاهلش 50 قرش. 1000 جنيه؟ ما أنا كمان مديك مفتاح كنز. أنا عاوز حقي بالمظبوط. وطي صوتك، وطي صوتك، يخرب بيتك يا حبيبي. مفتاح، أنت عايز إيه؟ عايز إيه؟ النص بالنص. 50-50. ليه؟ نهيبة يعني ولا مال حرام ومال سايب ملوش صحاب؟ يا راجل إيه؟ أنت جننت؟ ده انت اللي تبقى مجنون لو ما تدنيش حقي دلوقتي اهو قبل ما تزوخ. طيب خلاص هديلك اللي انت عايزه. لا يا حادي، انا عاوز حقي دلوقتي واوام وهنا كمان. يا عم مفتاح، انت اتجننت ولا مسطول؟ بره في غفره، ما نقدرش نقسم هنا. ندفع كده بالسلامه بالهداوه وناخد كل حاجه. تظهر ما ينفعش معاك. مفيش حد غريب جوه يا رجال. تبقى انت صوده. يلا بينا نفضل قاعدين. يلا بينا. انت من هنا على الشفاء. تعالى بينا. يا مدام فين باشمهندس عزت؟ حصل حاجة؟ أي خدمة؟ في حاجة؟ جوزك فين؟ إحنا معانا أمر بالنيابة بالقبض عليه وبتفتيش الشقة حتة حتة. ده سافر اسكندرية بعد ما رجع من الشغل في مأمورية عائلية. قصدك راح يخبي الفلوس اللي سرقها من خزنة الشركة؟ 1,000,000 جنيه. ويا ريت على السرقة وبس، لا ده قتل الغفير بتاع الشركة كمان. قتل؟ يا خرابي عزت قتل؟ يا خرابيتك يا ديلة، يا خرابيتك عزت يقتل، مش ممكن، ده بقاش ما هيقتل. يا خرابيتك يا خرابيتك، فتش الشقة حتة حتة وركن ركن. يلا يا خرابيتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كان مستخبينا في انت كله. الله يرحمك يا عبد الستار، مسكين سايبكم لحم وكلهم صغيرين. منك لله يا باشمهندس. يا حبيبي اسم الله عليك، اسم الله عليك. مين دول يا ماما؟ ماما فين؟ جاي 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 يا حبيبي، ما تخافش. فتشنا الشقة فجأة ما لقيناش أي حاجة، لا الفلوس ولا الباشمهندس. طبعا راح يخبي الفلوس، لكن هيروح مننا فين؟ أدي إحنا قاعدين من الصبح، إحنا ورانا إيه؟ دول 1,000,000 جنيه مش كده؟ أدي قاعدة وسجارة كمان. Thank you.
عليا. اسكتي اسكتي اسكتي. اسكت انت اسكت انت. الحمد لله الحمد لله ربنا ستر. لا كنت هروح في داهيه لكن الحمد لله والله الاعمال بالنيات. حقيقي يا دينا يعني بركه دعاء الوالدين. انا بقى دلوقتي مش عزت. تقدر تقول عليا المعلم عزت. ليه مفيش معلم؟ ديلينجر. ديلينجر ايه يا عز؟ ابوني. اسكتي 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 لما اقول لك. اسكت انت يا حبيبي. خلاص يا حبيبي هوديك امريكا وهتبقى باشمهندس ودكتور قد الدنيا. بس يا عز هعوض صبر خير يا حبيبتي. هلففك العالم ده كله. هوديك امريكا واسبانيا وانجلترا هنلف الدنيا دي كلها. فين الفلوس يا باشمهندس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ احنا عندنا ضيوف ولا المليون جنيه اللي سرقتهم من خزنة الشركة. انا خزنة شركة ايه؟ انا ما سرقتش حاجة. ما سرقتش حاجة والله. ده ظلم 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 وافترى. اسمع يا عزت، الانكار ده مش هيفيدك بشيء. فين الفلوس؟ خبيتها فين؟ دول مليون جنيه مش لعبة. مليون جنيه؟ معقولة يا حضرة الصابت؟ معقولة يا دينا انا اسرق ارنب؟ ازاي؟ ده على رأي المثل حتى بيقول يعني إن عشقت عشق قمر وإن سرقت اسرق جمل مش أرنب. تتصبط؟ طب يلا بقى هاتوا على بوكس وهناك هنخليك إزاي تعرف تتكلم كويس. لا يلا بابا عليه. لا أنا ما عملتش حاجة. لا لا ما عملتش حاجة والله. لا 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 شيخ. سرقهم وهرب. لا بقى، الغفر شافوك وانت بتقتل وبتهرب ولوحدك وكذبوك لما واجهتك بيهم المره اللي فاتت. يا بيه ما حصلش. ما قتلتش والله. والله ما قتلت. انا كنت موجود فتحت الخزنه فعلا لكن هو اللي قتل وسرق الفلوس وهرب. انت فكرك هتهرب من العقاب يا عزت؟ ولا عايز تضيع الفلوس والفلوس هتضيع مننا؟ لا كان غيرك اشطر يا عزت. صدقني يا سعاده البيه والله والله ما قتلت. والله ما قتلت. يا بيه انا بريء. انا ليه ابني بجري عليه ماليش غيره. حرام عليك يا بيه والله صدقني بريء بريء بريء. ويستمر حبس المتهم على زمة التحليل. خدوا على الحجز الانفرادي. مش عايز اي حد يتصل بيه. وبالاخص مراته يا فندم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضل قدامي. حصل ايه؟ ها؟ قولي قالوا لك ايه؟ ابعدي يا هانم. ممنوع تقربي منه. فوت قدامي. عزت لا حول ولا قوة الا بالله. كان مهندس محترم ومحدش كان بيقول له تلت التلاتة كام. خليه يتربى. وذنبه ايه الغفير الغلبان اللي سايب كوم له وميقتله عشان الفلوس؟ عندي الشبكة الغفيرة اللي وصلت مليون جنيه. الله ده أبو الشراء. وصحيح أبو الشراء مليون جنيه. مالك يا ابني؟ في حاجة؟ العيال بيقولوا لي ابوك حرامي. وانت صحيح ابوك حرامي؟ الانكار مش هيفيدك يا عز. فاهم؟ يا فندم انا بريء والله، والله بريء. يا فندم انا عندي ابني ومراتي مفيش ما لهمش غيري، انا بريء والله، والله. خدوا عسكري على الحجز. حاضر يا فندم. نفذ الامر ده. حاضر يا فندم. Thank you.
شريك تاني علشان يهرب من حبل المشنقة. بس مين هو الشريك ده؟ مش راضي يقول على اسمه. يعني عاوز يخدعنا عشان نضيع وقتنا في البحث عن شريك وهمي وبكده نضيع 1,000,000 جنيه. طب والعمل؟ عموما يا فندم احنا واضعين خطه ومتابعينها كويس قوي، وانا شخصيا مجند نفسي ليها. بس انا مضطر اقدمه للمحاكمه والمحكمه تتصرف معاه. ازاي يا فندم قبل ما يعترف على مكان الفلوس؟ ما هي دي مهمتك بقى يا رجائي بيه. انا تحت امرك يا فندم. بس اولا مش لازم عزت يتفرد بمراته ابدا، لانه لو انفرد بيها جايز ان هو يقول لها على مكان الفلوس، وفي السعاده ممكن تهرب بالفلوس. فعلا فعلا مش لازم انفرد بيها ابدا. ثانيا بقى يا فندم مراته دينا احنا بقى بينها كويس قوي، بتروح فين؟ بتيجي منين؟ بتقابل مين؟ طبعا كل ده بدون هي ما تشعر. وبعدين؟ ثالثا بقى وهو الاهم، شقه عزت او دينا على الاصح احنا بنفتشها من وقت للتاني وبنضيق عليها الخناق، مش عايزين نديها اي فرصه للهرب، لانها جايز تكون عارفه طريق الفلوس ومتكنه عليها. كل شيء محتمل. واذا ما ظهرتش الفلوس فورا يبقى فعلا له شريك وهرب بيها، وجايز بالفعل ان الغفر ما شافهوش، لكن في السعاده بقى مش هيفلت من ايدينا ابدا. على العموم مهمتك يا بطل معانا، وربنا يوفقك ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا يا فندم. يا شويش يا شويش يا شويش، ايه الدوشه دي؟ الله يخليك، عايز اقابل وكيل النيابه. كنتش عايز اعترف على الشريك اللي كان معاك؟ الله يخليك، وديني اقابل وكيل النيابه الله يرضى عليك. حاضر، اما اديله خبر. يا سعادة البيه اعملوا معروف، انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش، صدقوني يا عالم. امال فين الفلوس؟ مالناش عرفني، ما تسالوا الباشمهندس. انا اتفاجئت بالغفير جاي عليا، طلعت مني رصاصه من المسدس غصب عني صابته، سمعت رجلين جاي عليا، خفت هربت طلعت هجري، خفت ان تكون. يا سعادة البيه انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. امال الفلوس راحت فين؟ ما تسالوه. هو مين؟ القتيل. خده مع الحبس. القضية دي معقدة جدا، وأنا مضطر أقدمهم للمحاكمة والقاضي يتصرف معاهم. عزت. إيه؟ عزت. ممنوع كلام مع المتهم يا مدام، اتفضلي استريحي. هشام ازيك؟ كويس يا حبيبي. ازاي هشام؟ خدي بالك منه. حاضر. مش عايزة حاجة. بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 134 جنايات قسم الدقي لسنة 83، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول عزت رؤوف وهدان بالأشغال الشاقة 10 سنوات أشغال شاقة مع الشغل والنفاذ، وعلى المتهم الثاني فرد مفتاح فرد بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. أنا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. هشام يا دينا صدقوني يا عالم. هشام فعنايا يا حبيبي فعنايا. ما تشدي حيلك كده يا مدام. أشد حيلي يا بيه؟ دول 10 سنين مش 10 دقايق يا ستي. حلال عليك الفلوس، هتتمتعي وتهيصي بيها لوحدك. فلوس يا عالم؟ سيبونا في حالنا بقى، حرام عليكم حرام عليكم يا ناس. هشام يا دينا ما تقوليش للشام أنا فين، خدي بالك من هشام. يتربى في سجنك إن شاء الله. يا ناس يا عالم مش عاوزين تصدقوني ليه؟ انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. ما سرقتش ما قتلتش، خوتني بما سرقتش وما قتلتش دي. امال مين اللي خد الفلوس؟ القتيل تاني. هو كله من زناخه مخك وطمعك. 50-50 الصبر مفتاح الخزن، الصبر بقى مفتاح السجن. تأبيد ان شاء الله عشان تنبسط يا عالم. ياهو ياهو صدقوني. يلا طهو، فوت يا اخوات. يلا اتفضل. يلا طهو. العيال هناك بيقولوا لي
يا ابن الحرام اللي سرق المليون جنيه وقتل الغفير. انا مش رايح المدرسه دي تاني. تعالى بس تعالى هنا، ما تصدقهمش. لا دول كدابين، ابوك اشرف اب في الدنيا، لازم تروح المدرسه وتحط صوابعك في عينيهم. انا لسه دافعه لك المصاريف الشهر الفلاني. امال بيقولوا لي ابوك حرامي ليه؟ ده حتى المكواجي اللي في اخر الشارع بيقول لي ابوك خبى الارنب فين. قولي لي يا ماما، هو بابا سرق فلوس ولا ارانب؟ ابوك ما سرقش حاجه، وكفايه بقى انا مش ناقصاك. طب بابا فين؟ ما بيجيش البيت ليه؟ ابوك مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ مسافر بعيد، بعيد قوي. دلوقتي بتعيطي ليه؟ سمعت دي؟ بقول لك واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل. يا موسى انت قول انا قتلت صحيح، لكن ما سرقتش. اهلا يا زمر. واهلا. تهمتك ايه انت كمان؟ سرقه ولا نشر؟ قتل ولا مخدرات؟ معرفش. لا ما احنا لازم نعرف. معرفش والله ما اعرف. ما تعرفش؟ امال جاي ايه؟ سياحه؟ كلش جاي بعثة. بقول لك ايه يا زمر، فضفض قول كل اللي في نفسك، احنا هنا كلنا نعرف بعضنا كويس قوي. من طاطا لسلام عليكم. قول ما تخافش، قول تهمتك ايه؟ جاي هنا ليه؟ ازاي؟ وعشان ايه؟ اتكلم. عدو ولا حبيب؟ انا اسمي عزة، باشمهندس عزة. اهلا، عاشت الاسامي. ايه تهمتك؟ لا بسيطة، سرقة وقتل. يا ابن الايه؟ الجوز؟ الجوز. الله، ده اول ما شطح ناطح. يا جماعه ده مش وش كده، ده ابن زواد، ده ابن زواد وباين عليه سامبوتيك. ايه سامبوتيك؟ سامبوتيك، ما احنا كلنا سامبوتيك، ولا هو اللي ابن ناس واحنا ولاد ارندالي. يا جماعه عايزين نعرف الاول هو سرق ايه وقتل مين؟ عشان نبقى على نور. بصراحه انت سرقت ايه وقتلت مين؟ لا تلت كده 15 غفير. ايه 15 غفير؟ يعني قتلت الفريق كله والاحتياطي كمان. بقول لك ايه، هيلعبوا الزمالك امتى؟ المهم اتغلبتوا كام؟ ايه قصدي سرقت كام؟ لا مبلغ بسيط هايف، مليون جنيه. مليون جنيه؟ يا لهوي، مليون جنيه؟ تصدق بالله لو معايا ربعه، ربع المليون ده كنت خليته محبسولي في شيرته. الكلام ده لو معايا بقى. امال هما راحوا فين؟ خدهم بقى الله يمسيه بالخير وكت. يا ناس ياهو، صدقوني انا قتلت صحيح لكن ما سرقتش. اخص على كده، يعني طلع طفل صاحبك فلسع بالفلوس ولبسك انت التهمه. هو منه لله بقى في اللي عمله. بصراحه يا جماعه بصراحه كده انا لا قتلت ولا سرقت، هو اللي قتل وهو اللي سرق وخد الفلوس كلها. بالراحه علينا شويه، تلاقيك مدكن الفلوس لغايه لما تخرج. وايه اللي يخليه يستنى اما يخرج؟ ما جايز يهرب، دول مليون جنيه يا جدعان. على كل حال يا خبر، النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش والحقيقه تبان. ايه الدوشه دي كلها؟ الله، الواحد ما عرفش ينام في بيته، ما تخلص زاد منك ليه؟ ده سعاده البيت امين صاحب العماره اللي احنا فيها ولا ايه؟ لا لا لا، ده المعلم عباس. في تومه العنبر ده كله. بقول لك ايه، ده اكبر تاجر مخدرات في البطنيه، ولا يهمك، واخد بالك؟ ده حكايه كبيره قوي، ماين معاه احسن، ده راجل بحبوح وما يحبش المكلكعين، بيفخز بيهم الارض. وسعادتك برضو من رجال الانفاس؟ عيب عيب عيب، مش من اولها كده، محسوبك نشال. نشال؟ امال. اهلا اهلا. بس مش نشال عادي. امال ايه؟ انا اكبر نشال على مستوى المديريه كلها. لا باين. مديريتي ايه؟ مديريتي هتكون مديريتي ايه؟ مديريه الامن الغذائي.
انت هتخلص منك ليه؟ ايه؟ اصل في عريس جديد شرف هنا وعايزينك تعتمد يا معلم عباس. ما لقيته ايه؟ امتياز مع برش الشرف. ما تيلا قدم مستنداتك. الله، ايه يعني ايه قدم مستنداتك؟ مستنداتك يعني تقول له جاي هنا ليه وايه تهمتك. يلا خليه اعتمدك. ما تيجي يا ابني خليني اعتمدك. ما تروح له معتمدنا كلنا. يلا 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 تعالى. اسم الكريم ايه؟ عزت روف وهدان. واسم مامتك؟ صافي نازل المانستير. ايه يا بنتي انت مالك واخداها جد كده ليه؟ انا لو منك ولا اشتغل ولا اتعب نفسي. يا سلام، وعيش منين وربي هشام ازاي؟ بطلي بقى الحركات دي، الراجل اتحبس وخلاص وساب لك المليون جنيه. انا لو منك اطلب منه الطلاق واشوف نفسي. من فضلك بقى كفايه كده، انت كل يوم هتفضلي تنبطي عليا. ثم انت سايبه شغلك وقاعده ترغي معايا ليه؟ اتفضلي يا اختي قومي شوفي شغلك. يا سلام. قال يعني؟ قال يعني ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، محدش مصدق ان انا معرفش مكان الفلوس. منك لله يا عزت، يعني لو كنت قلت لي مكان الفلوس مش كنت وفرت عليا البهدله دي كلها. يا مدام دينا. ايوه يا فندم. من فضلك عايزك لحظه. حاضر. ايه يا فندم تحت امرك. شوف يا بنتي، انا هكلمك بمنتهى الصراحه. اتفضل يا فندم. انت عارفة ان شركتنا لها اسم كبير ومحترمة وزباينها ناس كبار وبيثقوا فيها وبيثقوا في موظفيها. ايه يا فندم عارفة، هو حصل مني حاجة غلط لا سمح الله؟ مش انت اللي حصل منك، اللي حصل من عزة جوزك، اللي عمل تأثير كبير. مفيش زبون جه المكتب الا ما سألني عليك وعن جوزك اللي قتل الغفير وخد المليون جنيه، وخصوصا مع لما طلع صورتك في الجرايد يوم الحادث وعملت فضيحة كبيرة. وإيه أوامر حضرتك؟ بكل أسف أنا مضطر أفصلك من الشركة. سامي، وعيش منين أنا وابني؟ مش كفاية جوزي في السجن؟ ده حرام يا بيه، حرام والله. تعيشي منين؟ تعيشي منين إزاي وأنت مليونيرة يا دينا هانم؟ حتى أنت يا سيادة المدير. من فضلك سلمي الأوراق والملفات اللي عندك لمدام هدى. انا مضطر اقول لك ان انت مرفوده من دلوقتي. اتفضلي ما تضيعيش وقتك. قال تعيش منين؟ قال وهي معاها مليون جنيه. ده مجرم زي ابوها يا ابني. اصله بقى مليونير ومحدش عارف يكلمه. الحق نص جاي نص جاي. ولد سيب ولد. ولد المدرسه دي بتاعت ولاد ناس محترمين، مش بتاعت لصوص ومجرمين. فضل روحك ولي امرك. ولي امرك في السجن يا شيخ. عارف مش عارف المدرسه غير لما يجي ولي امرك. ولا يهمك يا حبيبي، بكره هفتح لك مدرسه خصوصي. بس انا محب المدرسه اللي انا فيها، ده انا بطلع الاول على الفصل وعايزه ابقى مهندس. وهتاخد الدكتوراه في الهندسه من امريكا باذن الله يا حبيبي. يا سلام، هو احنا عندنا كام هشوم؟ يلا حبيبي خش اوضتك، يلا اعمل الواجب، وانا بكره الصبح اروح للناظر بتاعك ده هو والتلامذه بتوعه وهزقهم وافرج عليهم الدنيا. حاضر يا ماما. استغفر الله العظيم يا ربي، حتى الواد طردوه من المدرسه. مش عارفه اعمل ايه بالظبط. اهلا يا سعاده البيت، تحت امرك عايز ايه تاني؟ ازيك يا مدام دينا؟ اتفضل فتش الشقه. يا انت واثقه قوي ان الفلوس مش هنا؟ يا بيه الله يخليك، انا مش ناقصه وجع قلب. الشقه تحت امرك، فتش وقلب فيها زي ما انت عايز. فتشوا الشقه حته حته وراجل راجل. يلا مدام دينا، علشان مصلحتك ومصلحه جوزك ومصلحه ابنك كمان لازم تدلينا على مكان الفلوس. ساعتها بقى يا مدام دينا
يمكن الامر يتغير بالنسبه لك وبالنسبه لجوزك كمان. والله ما اعرف يا ليه، والله العظيم ما اعرف. ثلاثة بالله العظيم ما اعرف يا عالم. ازيك يا سعاد؟ ازيك؟ ازاي عايدة وشوقية ومتفايزة كلهم نفيسة؟ ازيك يا سابع؟ يا سابع يا سابع كله السابع مش سهلك قوي يا نفيسة. الشباب مليان يا شهيرة. معلش يا اخويا اسف. الايام كل شيء هيبقى ازاي يا عيال؟ البنت عامله ايه؟ خدت العلاجية؟ الحمد لله وخدت 90%. ايوه يا عيال. الواد الصغير عامل ايه؟ مش كويس؟ كويس انت عم تذاكر الحمد لله. طيب عين 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 يا عزت. يا عزت يا عزت. ما شفتش عزت والنبي. هتكون عزت ممنوع من الزيارة يا ست. ممنوع من الزيارة ليه؟ فين المأمور؟ أنا عايز المأمور. اتفضلي روحي له. مش حد. ايوه عالم عباس. بقول لك ايه؟ ايه؟ يظهر الست دي مرات الواد عزت بتاع الارنب، ضروري تكون هي جايه تسال عليه وتزوره. بس ده حلوه قوي زي لقطه القشطه. حلوه؟ بلاهي يا دال عادي، نحن هنا رحمك. طب تعالي لي هنا، تعالي لي هنا، ولو جبت سيره واحده تاني اقطعي لساني. ده القديمة تحلى ولو كانت واحلى. مش معانا يا معلم، عليا النعمة انت معلم هوزو. يا عم تامر. اتفضلوا يا سيادنا. مع السلامة. مع السلامة. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. احنا لا يمكن نمنع سجين من زيارة اهله ابدا، لان ده يبقى شيء غير انساني. ايوه يا فندم، امال يعني عزت ما خرجش زيارة مع المساجين زمايله ليه؟ اصل عزت له ظروف خاصه بقضيته ولازم زيارته تكون تحت الملاحظه. امرك يا فندم. على العموم دلوقتي حالا هتشوفي جوزك وتقابليه. تمام يا فندم. هات لي السجين عزت رؤوف وهدان. حاضر يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي السلام. لا متشكره. اتفضلي. ادخل. المسؤول عزت يا فندم. طب سيبه واخرج انت. حاضر يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي. متشكرة جدا، ربنا يخليك. ازيك يا دين؟ ازيك انت يا عزت؟ اهو شدة ونزول. عاملة ايه؟ انا تعبانة قوي. هشام عامل ايه؟ هشام تعبان قوي راخر، طردوه من المدرسة. اوعي تكوني قلتي له ان انا في السجن. لا انا ما قلتش، هما صحابه ضربوه في الحوش وقالوا له ابوك حرامي. انا حرامي؟ انا حرامي يا دينا؟ لا لا حرامي، ربنا شاهد وعالم انا حرامي. اه والله ربنا هو اللي علم ان انت مش حرامي، بس العيال قالوا له ان انت حرامي وراح ضرب الواد فطردوه من المدرسه وانا فصلوني بالشغل. والله زهقت البيت. امال عامله ايه؟ مش عاملة. عايشة منين؟ مش لاقية، معيش فلوس خالص. معيش فلوس؟ معيش ولا تعريبة يا بنت. فلوس يعني عايشة منين؟ يعني عايشة منين؟ بدور على شغل مش لاقية شغل. فين؟ فين ايه؟ فين الوظيفة اللي الواحد يلاقيها دلوقتي؟ وظيفة ايه؟ يعني اقدر اقول لك وتلاقي وظيفة فين دلوقتي؟ ما كانش حد غلب يا بيه، ما كانش حد غلب لو كانت الوظائف سهلة واقول لها فين الوظيفة؟ صعب. ما طب انا هعمل ايه يا عزت يعني؟ يعني هدور اشحت على القهاوي انا وابنك يا عزت؟ انا عايزه اي فلوس. خدي بيعي التبله دي. خدها يا بنت. بيعي التبله، بيعي حتى ما ربنا يسهلها ويفرجها غيرها يا رب. مفيش حاجه تانيه غير التبله تنالي. يا حرام، حرام عليكوا، انا مش قادر. رجعني الله يخليك، ربنا يخلي لك ولادك، رجعني الزنزانه تاني، مش قادر استحمل. مع السلامة يا عزت. فين؟ الزيارة خلصت يا فندم كده؟ أيوة. كسبنا صلاة النبي. سلام عليكم. Thank you.
ايه مالك يا ست؟ صح لغايه دلوقتي ليه مش جايبك نوم؟ تعبان يا نوفل، تعبان. ومن سمعك؟ كلنا في الهوا سوا. ده قدر ومكتوب على الجبين يا اخويا. اسمع يا نوفل. ايوه. انت الوحيد اللي بثق فيك في وسط العالم الغجر اللي هنا دول. القلوب عند بعضها عزت. اسمع. انا بفكر اهرب. ايه؟ بفكر اهرب. يخرب بيتك. تهرب تروح فين؟ انا لازم اخرج يا نوفل. لازم؟ لازم اشوف مراتي وابني. تعبانين قوي يا نوفل ومش لاقين ياكلوا. عزت، انا مقدر ظروفك وعذرك، وانا عندك فكر. انا الشهر الجاي ان شاء الله هخرج افراج واحطهم في عينيا الاثنين، بس قول لي عنوانهم فين. صحيح هتخرج الشهر الجاي؟ صحيح يا نوفل. ان شاء الله بدون مقاطعه. كفايه قضيت هنا 3 سنين بلاقيهم وانا بعيد عن انعام اورامي. انعام اورامي؟ تطلعي لي مراتك؟ لا مش مراتي، ده الجو بتاعي. بت اركست رقاصه من محمد علي تشيب. اسمع نوفل، انا هكون صريح معاك. وانا كمان احب الصراحه يا وعزت. توعدني لما تخرج تاخد بالك من مراتي وابني، يعني بالعربي تقدر تصرف عليهم، وانا اوعدك اي قرش هتصرفه عليهم هدي لك قصاده 10. عيب يا عزت، دي مش رقبتي اهي اهي، وبضربها قدامك في السجن. رقبتي سداده وهحطهم في عينيا الاثنين. الله يخليك. بس انا عايز اقولك حاجه عشان خاطري، بلاش تهرب. ما اقدرش يا نوفل، ما اقدرش، لازم لازم اهرب. ولا اسيب المليون جنيه لمين؟ الله، انت حاطط الفلوس في حته عزت؟ محدش يعرفها غيري. سيب لي الحكايه دي ولا يهمك، واللي فيه الخير بقى يعمله ربنا. انتوا بتردشوا في ايه كده بقى بالصلاة على النبي؟ مفيش حاجه يا معلم. الله، احنا بندردش في كلام فارغ. الله، الليل في السجن طويل، خصوصا اللي له ناس وعزاز بره وسايبهم من غير حد. طب يلا كل واحد على سريره، خلينا نعرف ننام. الله، واللي مش جايله نوم يا معلم عباس؟ بسيطه، ياخد له خبطتين في دماغه يعرف ينام. نام يا عزت، مش انا نمت؟ ده انا نمت من الصبح. او كده مساجين تخاف ما تختشيش. ولا اهلا ولا سهلا. يا ساتر، احنا عايزين فلوسنا. معلش يا معلم، اصبروا شويه. يا ست هانم، صاحب العماره عايز فلوسه النهارده، واذا ما دفعتيش هيعمل حفز على العفش وهيبعت لك انذار بالاخله. وانا عايز حق الله بالاستهانه. طب انا الله يقطعك، انا ناقصاك انت راخر. لو سمحت بقى ادينا الحساب، انا ورايا شغل. يا معلم اصبروا شويه، يومين اتنين بس. طلعي الفلوس اللي مدكناها وادي كل واحد حقه. فلوس ايه يا جدع انت؟ بلاش كلام فاضي بقى. الله، ده هتستعبط بقى، ما الناس عارفه كل حاجه. بقول لك ايه، انا مش عايزه طوله لسان، اتفضل بقى مع السلامه واعلى ما في خيلك اركبه. كده؟ طب بينا يا جماعه نروح لصاحب البيت يضيف حسابنا على حساب الشقه ويبيعها العفش. بينا يا معلم. بينا. لمتوا بعض يا اخويا. بينا. امك تنمر المحشي. تلاتين جنيه استهالة. تلاتين جنيه ايه يا عم؟ 8 تيرات على فساتين قطيفة وحرير ب30 جنيه، ده انا مكلفة الواحد بس تفصيل 50 جنيه. ايوه بس دلوقتي بقى ملايير. هات هات. اتفضلي. ردي الشنطة واديها لي. يلا. تاخدي فيها الرخرة 3 جنيه؟ 3 جنيه ايه يا عم؟ 5 جنيه. يا عم هات الشنطة، هات الشنطة بلاش افترا. مع السلامة. الله، أم الفل
الاكل يا ماما. انت مش نزلت عشان تشتري الاكل؟ اهو يا حبيبي جبت لك لحمه كلها ربع ساعه وتتسوى. لسه هستنى، ده احنا من امبارح ما تعشيناش. يا حبيبي دلوقتي تاكل لما تشبع. طب بسرعه يا ماما. حاضر يا حبيبي. انا كنت بشتغل في شركه سياحه قبل كده، بعرف اكتب الاكات وشورت هاند وكل حاجه. يا ست انا قلت لك اسف ما عندناش شغل. اعمل معروف يا ساعتين. يا ست خلينا نشوف شغلانه اعملي معروف. الله يخليك يا استاذ، انت هتنبسط مني جدا والله، انا مجتهده جدا في الشغل. لا والحوافز. حوافز ايه؟ في حوافز اخر السنه. الله يخليك يا بيه، انا عارفه ان في حوافز. لا تعالي في الحوافز. لا ما انا همشي بقى عشان عجبك قوي. اصل الواد ابني بقيت لقسان. الحوافز دي تبرمها وتحطها في عينك. بس تعالي امك تمام. الحوافز يا مدام. واحد نجا فيها كريستال مكونه من 24 لمبه، اوضه ستيل، سفره، ست كراسي. يا ماما هنفضل ناكل كده على طول؟ عدس وفول وطعميه؟ يا اخويا احنا لاقيينهم. كل يا هشام كل. ربنا ما يوريك الشقه يا ابني اللي انا شفته قبل ما جبت لك اللقمتين دول. ماما هو بابا فين؟ ده غاب قوي. غاب قوي وهيغيب اكتر. قدامه شغل كتير قوي قوي، لما يخلصه هيبقى يجي. ترى انت فين دلوقتي يا عزت وبتعمل ايه؟ نوبل بره يا نوبل. ايوه انا افراد. الله يخليك، الحمد لله يا افراد. مبروك مبروك يا نوبل. مبروك يا نوبل. مبروك يا نوبل. الله يخليك يا عم عباس. الله يخليك وعمرك بعد عمر طويل ان شاء الله. الله يخليك يا نوبل. بسلم على نوبل ان شاء الله. قول له يا عم عباس بيسلم عليك. الله يخليك. مع السلامة. الله يخليك. مع ألف سلامة وألف الله يخليك. ألف سلامة. أشوف وشك بخير يا عزت. أوعى تنسى. اوعى تنسى هشام ودين. الله يخليه. عيب دول في عينيا. في عينيا يا عزت. في عينيا في عينيا. عزت ما تقول لي مكان الامانه فين بقى. بس خلاص بلاش. سلم على امك. ¡El!
المظبوطه توتا 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 يلا يا فرطوطه. صحتك يا نوفل يا برعي. في صحتك يا انعام يا قرني. لا كل سنة وانت طيب. انا ما صدقت ربنا تاب عليا من الاسم ده ومن شرع محمد علي. انا دلوقتي اسمي زيزات. نعم اسمك ايه؟ زيزات. احب النبي. ونازلة في اوضة ستة 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 في الهوليداي. يخرب بيتك يا بنت صدق بالله ما عرفت مكانك. الواد بحر قابلني بالصدفة. بحر الطبال بتاعك جابني على هنا على طول. وخرجت من السجن امتى يا نوف؟ لسه دلوقتي بعلامه البرش طازه. مشتاق لك يا جميل. ايه الساعه دي مش من مقامك ابدا. ناوي تعمل ايه يا نوف؟ كل خير يا قمر. وحشني قوي يا جميل. تشوفش وحش يا اخويا. هيحصل هيحصل ومش هشوف وحش تاني ابدا. الدنيا هتحلاوي قوي وهتبقى اخر فل. تلاقيك لقيت لك كنزي ولا الايه؟ هيحصل يا جميل. هو ايه اللي هيحصل؟ هيحصل وحلاقي كنز قريب قوي. فزورة دي ولا ايه يا نوفل يا برع؟ ايوه فعلا فزورة يا ست انعام يا قربي. حكاية لها العجب. احب اسمعها. وانا احب اسمعها لك في ستة 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 على رواق جميل. الحطام هنا لها ودان. ما تريحنيش. يا عيني يا عيني يا الله يا الله يا روح قلبي يا روح قلبي يا ده البرش هنا نايله في نايله. عجبة يا عيني. ايه العظمة دي كلها يا واد يا قبها. ولا كنا في جرة وطلعنا لبرة يا سيدي. عقبال امالتك. هيحصل هيحصل ان شاء الله. بس ادعي لي يا بنت ادعي لي الاقي المكان اللي فيه الارنب. دي حكايه عجيبه يا نوفل يا برع. مش قلت لك يا انعام يا قرني؟ بس انت ما عرفتش تضحك عليه في السجن وتعرف مكان الفلوس فين. اضحك على مين؟ ده واد ابن هرمه. ده ضحك على الحكومه كلها. ما قدروش ياخدوا منه لا حق ولا باطل. مليون جنيه ده الواحد يعمل بيهم عمايل. ما احنا بقى لازم نفكر سوا ازاي نخبط المبلغ ده منهم. بس دي اللعبة عايزة لها تكتيك جامد وروقان بال. نروق نفكر. احنا صويع احنا ورانا ايه؟ بس انت متأكد ان مراته ما تعرفش مكان الفلوس فين؟ ما اذا كانت مراته تعرف مكان الفلوس ما كانش عزت جوزها دخل لي منه شريك. ده وصاني عليها وعلى ابناء. معقولة يا نوفل يا برع؟ طب وانت هتروح لدينا امتى؟ بكرة تمارو. مزبون مخبي الفلوس ومراته مش عارفة مكانها واحنا عايزين نخبطهم. طب ازاي دي تيجي؟ حلاوتك هذا هو السؤال. ازاي دي تيجي؟ نفكر يا نوفل يا برعي. ما تاكل من ده يا حبيبي ده طعمه حلو قوي. فول فول برضه يا ماما. ده انا قربت انام من كتر اكل الفول. معلش لا مؤاخذة مش دي شقة الباشمهندس عزت؟ ايوه هي. نعم يا سيدي. مخبر تاني من رجالة الضابط رجائي ولا ايه حكايتك؟ فلا الله ولا في عينك يا شيخة. لا اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. اللهم اعميهم عنينا لا مؤاخذة. امال انت مين؟ محسوبك نوفل برع نوفل زميل الباشمهندس عزت. زميل عزت في الشركة بقى؟ لا مش الشركة اياها اللي قصدك فيها. لا التانية بقى شركة كبيرة قوي اللي بيكسروا فيها الحجر غصب عنهم. حاجه بلاش كده. قصدك زميله في ال. براو عليك لا مؤاخذه. براو عليك. اهلا 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 اهلا. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ده 100% بقى هشام ابن الباشمهندس عزت. الله انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده انا اعرفه عزت عارفها. ده احنا كده زمايل نروح بنروح. يا متكلين مع بعض اكل عيش وحلاوه وجبنه ولحمه وخضار وكل الاكل. طب هو ما جاش معاك ليه؟ اصل لا مؤاخذه عنده شغل كتير قوي. جبل بحاله هيكسره ويجي على طول. ده وحشني قوي. بابا بعت لك لعب كتير قوي وبعت لك كمان الكباب ده. يلا كله هيا يلا قبل ما يسخن. خد الكباب حطه على الطعميه دي.
يلا كل. كده الواحد قرف من اللي ما يتسماش ده. حبيبي بقول لك يا استاذ. ايوه شويه بس. تحت امرك. ايوه اتفضلي. هو حضرتك زميل عزت بجد؟ امال يعني جاي هنا من الطاقه للباب. من الطاقه للباب. وحضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ نشال بس على مستوى. انا مؤكرم يا فندم. الله يخليك عقبال عندك. الله يخليك يا بيه. هو يعني عزت ما قالش حضرتك تقول لي اي حاجه؟ والله وصاني اخد بالي منكم ووصاني بالبيت، يعني اصرف على البيت لغايه ما يخرج. هتصرف على البيت؟ حضرتك هتصرف على البيت 10 سنين لحد ما يخرج؟ لا مش كتير كده، ده اصله بيفكر يهرب. يهرب؟ عشان يطلع الفلوس اللي مخبيها ويكت انت وهو والولد على اي بلد حدش يعرف فيها. هو قال لحضرتك كده؟ مال يعني في امل انه يهرب؟ لا ما دام معاه فلوس يبقى في امل كبير قوي. طب انا هعرف ازاي بقى لما يهرب؟ اكيد لما يهرب مش هيجي على هنا عشان هيخاف من البوليس هيكون مراقبه. لا اطمني من الحته دي قوي، انا كل اسبوع بروح السجن. يا خبر، بيقفشوك بسرعه كده؟ لا اصل انا بروح زياره لاصحابي وحبايبي المهندسين المساجين هناك، وهعرف لك ان شاء الله اذا كان هرب ولا لا. طب عزت ما قالش حضرتك تقول لي حاجه تانية يعني؟ لا هو اعطاني بصي القرشين دول اوصلهم لك، وان شاء الله كل يوم والتاني هتلاقيني عندك اشوفكم عايزين ايه. ربنا يخليك يا رب. ما تعرفش انت جيت في وقتك ازاي، انا ما كنتش عارفه اتصرف ازاي ولا اجيب اكل منين، ده حتى الواد كان مش قادر ياكل خالص، وفلوس العفش اللي بعته خلصت كلها. لا حول الله يا رب، ربنا كبير. استأذن انا بقى. والنبي خليك معانا، كل لقمه بقى معانا. لا ده انا هاكل عند انعام قرني. ده مصمت؟ مصمت ايه؟ الله يجازيكي. انعام قرني دي الجو بتاعي، اركست في شارع الهرم، عاملاني ملوخيه بالارانب. اركست؟ اركست كبيره. على ودنه. طب انا استأجز انا بقى. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام. الله يخليك. حرس سلاح! ازيك يا برنس؟ كله تمام؟ ازيك يا حلمي؟ ازيك يا هلا؟ نوفر شفتنيش عيش وحلاوه؟ المره الجايه بقى. اهلا، ازيك يا معلم عباس؟ اهلا اهلا يا نوفل. الله يخليك. والله وطمر فيك العيش والعدس يا نوفل. بقول لك ايه يا معلم عباس؟ ايه اخبار الجدع اللي اسمه عزت؟ لسه مفيش حد بيزوره برضه؟ اقصد الباشمهندس بتاع الارنب. مش حاول يهرب وقفشوه؟ قفشوه؟ لا حول الله يا رب، يعني مش هيقدر يهرب تاني؟ اذا كنا احنا مش قادرين نهرب يقوم هو يقدر يهرب. زعلتني يا اخي، زعلتني قوي. يلا الباب، يلا يا مسجون انت هو. اذا كان العمر بينتهي تبقى الزيارة مش هتنتهي. هانت يا معلم عباس ولا يهمك، كلها 22 سنة وتبقى ببيتك. سلام عليكم. مع السلامة يا نوفل. مع السلامة يا نفيسة. شد حيلك يا اخوي، خلي بالك من نفسك. خدي بالك من العيال. قاعد في عيني. مش مروح، امال يعني هخش السيما؟ طب تعالى اطلع معاك. للاسف لا. طب انا هعرف مكان الفلوس ازاي ان شاء الله؟ مفيش حاجه، تروحي السجن تزوريه وتعرفي منه مكانها بالظبط. ما كانش حد غلب يا بيه، ما انا رحت ومنعوني 100 مره، وحتى يوم ما بيخلوني قبله يفضلوا قاعدين يراقبونا، لا بيعرف يتكلم ولا يقول لي مكان الفلوس ولا يحط حرف على حرف. طب ما هي دي المشكله، لو كان قال لي كنت قلت لك، لكن ده ما بيثقش في حد غيرك انت. لو كنت اعرف اخش له جوه من غير ما حد يراقبنا كنت عرفت مكان الفلوس وعرفت اتقوت انا وابني. ما
تسأل حملة يا جدع انت وتخش تقعد اسبوع ولا حاجة تجيب منه الفولك. فولت ايه تاني ادخل؟ تاني تدخل فيها ايه؟ حديك امارة. امارة والله لو عطتيني الشام ابنك وحطيته قدامه كده وقلت له دي امارة من مراتك يرفض على طول. ما هو لازم حد يبقى معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. قديمة ما انا لاقيها لي، لازم حد يكون معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. لازم حد يبقى معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. ايه عارفين؟ لازم حد يكون معاه جوه عشان يعرف مكان الفلوس. ايه هنسمع محفظات؟ عشان يعرف بس. ايه لقيتها؟ ايه لقيتها؟ فكرة هايلة. لا ما تبصليش، ابويا مات. ابوك مين؟ ابوك ما ينفعش جوه يتوه. معلش اخوات رجالة كمان يخش. ما ينفعش. ما اقدرش اقول لحد من قرايبي عشان يخش يعرف سر المليون جنيه منه. عايز اركز، عايز اركز. اسكتي. ايه قول. يا الله الله الله. هو هو ايه؟ هو ايه؟ هو انت انت. لا يا راجل. راجل ايه؟ لا يا راجل عيب ما تقولش كده. تعالي. انت اتجننت في عقلك. بقول لك انت اللي هتلبسي راجل وحداني شعرك بطاقيه بكوفيه بحاجه وتطلعي جوه الاتوبيس تنشيلي اي واحد هوب شهر سجن. هتقعدي مع جوز جوه في الزنزانه هيقول لك على مكان الفلوس مليون جنيه. صدقين البس راجل وانشف الاتوبيس. ايوه تنشيل في الاتوبيس وتقفش. وتقفش كمان. كمان ده احنا بنركب الاتوبيس عادي وما بنسلمش. هلبس راجل وتقفش في الاتوبيس. اي حاجه تحصل في الاتوبيس فوتيها صدقيني دول مليون جنيه. ايوه في حاجات ما بتتفوتش يا نوفل. لا في الحاجات اللي زي دي ما بيفوتش يا نوفل. ما بيبقاش ضرب مباشر يا نوفل. ما تكلمنيش. الضرب بيبقى ملوي كده ومش صريح في الظروف اللي زي دي. بقول لك فوتي كل حاجه دول مليون جنيه. مليون جنيه صدقيني. وخش السجن. وتخش السجن. ما هيحلقوا لي يا فالح جوه وشوفوا قفايا ويعرفوا ان انا سيد. بطلوها خلاص، بطلوها خلاص. اهو انا مش لسه خارج من السجن قدامك شعري قد ايه؟ ما بيحلقوش حد دلوقتي. شافوا قفاك جوه؟ وامروا ضرب لما حصل معايا سواد ليه؟ ايه رايك؟ فكره جميله، فكره مجنونه. بس طب هشام ابني اعمل فيه ايه؟ هشام في عينيا الاثنين، هشام هقعد معاه اعمل وداده اب وام هنا في البيت لغايه ما يطلع شهر اثنين ثلاثه. مليون جنيه صفقة العمر صدقيني. بس قلب الأم يا نوفل. شيل قلبي. بقول لك مليون جنيه. مليون جنيه. ما أنا ممكن أتبهدل في السجن يا نوفل. أنا عايز تتهزلي. أيوة أنا سجن الرجالة يا نوفل. أخش سجن الرجالة. طب وإيه يعني؟ مليون الشلبي دخل سجن النساء، حد عمل له حاجة؟ هو حد عمل فينا كده إلا الفلوس؟ على العموم أنا قلت لك على الفكرة اللي هتجيب لك المليون جنيه اللي مخبيهم عزة جوزك لغاية عندك هنا. معقول يروحوا كده ورطة؟ انا لو منك اروح فيهم في طوقه مش في السجن. طب اسمع، انت بكره تاخد هشام تفسحه ولا توديه في اي حته عشان ما يشوفنيش وانا بحضر اللبس اللي انت بتقول عليه ده. وهو كذلك. طيب اخش ادب انا قميص على بنطلون على اي لبس رجالي كده. يلا بسرعه. لو يحصل المراد تبقى اتفتحت لك طاقه القدر يا نوفل. جميل هيركب اتوبيس نمره كام؟ الاتوبيس اللي يعجبك هركب فيه. انت هتركب نمره كام؟ يخرب بيتك دي هتلزق لي وتبوظ لي الشغل. على فكره انا مراتي جايه دلوقتي وبتغير عليا قوي وبتلعب كاراتيه. طب وايه يعني؟ طب ما انا جوزي بيغير عليا قوي وبيلعب طاوله.
ميت تعرف حاله يا مجرم. يا بوليس يا بوليس حرامي حرامي. لبس القبعه اللي انت لابسه ده واعمل لي يا فندي واكل عيش حبر خفيه يا بيه. يا جماعه امكن ايده غسل جيب الراجل غسل عنه. يا جدع انت ما تتحشرش وحط ساكت. شايفين البجاحه مصبوب واخدين على السجن والبهدله ده طول اسمع عشان يتربى. مين عليك انت اللي تفهم الوحيد فيهم والله العظيم. فين الحرام اللي سرق المحفظه؟ انا بيه. وكمان بتعترف مش خايف من السجن والبهدله؟ ما هو عقده مكتوب علينا بقى ربنا يكتوب علينا بيه. فوت قدام عليا اسمي يا مجرم. وعن اذن ساعتك يا بس. أنا؟ أيوة أنت، أنت. إيه مش عارف اسمك؟ لا بيه ما أنا بفتكر أهو. أنت يا جدع، اسمك إيه؟ اسمي حنفي السيد حنفي. وبتشتغل إيه يا حنفي؟ نشال يا بيه. عندك سواق قبل كده يا حنفي؟ لا بيه الحقيقة أول مرة مبتدئ يعني. على العموم هنعرف من صحيف السابق. خد عسكري. اعمل له فيش تشبيه ورحله على النيابه. حاضر يا فندم. يلا وحياه والدك قبل النيابه ما تقفل يعني. انا في حياتي ما شفتش حرامي عنده زي المزايا. طب يلا ما تعطلنيش. اتفضل. ومدمي اهي. بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 377 جنح الدقي لسنة 83 حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حنفي السيد حنفي بالحبس شهر مع الشغل والنفاس. اللي بعده يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل يحيى اتفرجت على الماتش بتاع بكره؟ لا لسه. لا لا حديد. طب والزمالك؟ الحمد لله على الزمالك. قوي كبار عسل. اهلا وسهلا. مرحبا يا ابو الزمل. شرفت وانست. الجدع ده حليوه ومش وش بهدله. يا ترى ايه اللي رماك علينا هنا؟ نسأله واللي يسأل ما يتوش. انت تهمتك ايه يا اخ؟ قول لي انت الاول. انتوا كم واحد هنا في العنبر؟ لا احنا ولا مؤاخذة كتير قوي بس لا مؤاخذة نايمين شوية. اساميكوا ايه؟ ليه؟ ما تكونش بتاع الاحصاء ولا ايه؟ لا مش القصد يعني. بس اتمنينا احنا بقى زمل بقى نتعرف بقى. انا هقول لك يا عم. حسنين ومحمدين. عارفهم. وعوضين ابو جبين. والمعلم عباس. عايز يا ابني المعلم عباس. ما نستغناش يا معلم اصل في ضيف جديد شرف وبنتعرف على بعض. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا. اسمي كريم ايه؟ حنفي. عاشت لسامي. الله الله حلو قوي. في ايه يا معلم؟ لا 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 ده انا جدع قوي قوي واعجبك قوي قوي. وانا احبك جدعان. انا اول ما شفتك كده دخلت قلبي ومتهيالي كده انها تبقى عشره على طول. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا معلم. بقولك ايه، ما تيجي كده نقعد هنا بقى ايه تحكي لي واحكي لك. انت باين عليك كده مش وش سجون ويظهر انك انت جيت هنا غلط. ما تيجي. اجي فين يا معلم؟ على السرير بتاعي. يا راجل سرير يا راجل، ما احنا واقفين نتكلم مع بعضينا. طب وليه بقى ما ناخد وندي وده احنا بنضيع وقت. يلا يا راجل يلا. يلا احنا اهلا وسهلا. ده انت نورت وانهست. الله يخليك يا معلم. انت تطب على كيفك يعني. طب انا بس خايف على ايدك لا تطبق بقى. لا ولا يهمك ما تخافش. وبعدين ما تخافش انت واد هايل والله. بيني وبينك يا معلم يعني يا مغزى يعني إيه؟ وانا في التخشيبه شقطت شويه قراع على صنطة على تعلبه يعني. خايف عليك لمغزى؟ لا لا ما تخافش انا فداك. الله انا فداك. انما اقول لي يا معلم. ايوه. مين العلم اللي مسطحه فوق دي؟ دي مساجين يعني. هتكون ايه؟ ما انا عارفه انهم مساجين لكن ايه. عارفه ايه اللي عارفه دي؟ مين اللي قال عارفه؟
انا قلت عارفه. ايوه جرى يا معلم، انا قلت عارف، بس مؤاخذه اللي هي بتنطر معايا شويه. الله الله. انا فكرتك بقى واد خنفس من العيال اياهم دول. لا راجل لا راجل، ده انا جدح قوي واعجبك قوي قوي. انت انا بقول لك ايه؟ ايوه. انت متجوز؟ لا والله يا معلم صراحه انا لسه عازب. الله، ده انت تبقى بقى واد مخربش. وتلاقي جابك هنا برضه واحده زين. ايه؟ لا مؤاخذة حاجة زي كده يعني، انما احكيلي احكيلي بقى انت معلم ايه الموضوع يعني؟ احكيلك احكيلي بقى كل الحدوتة يعني. انا بقى متجوز 13. 13 ايه؟ 13 واحدة ست حرمة. يا نهار ابوك اسود. الله، اصل انا بقى مزاجي حاجتين في الدنيا، الاكل والستات. الست اللي تعجبني على طول اول ما اشوفها اروح متجوزة. اللهم صل على كامل النور. يا ترى انت فين يا عز؟ الله يجعله خير. يا حته الكابوس. الواحد بقى مش قوم ينام بقى، لا مؤاخذة رايح الجتة يعني. عايز ينام؟ لا مؤاخذة يعني يا معلم. نام هنا. طب يا معلم تشكر. بقول لك ايه؟ ايه يا معلم. ما تيجي تنام معايا هنا على السرير ده. ليه؟ ما كده حلوين ما عشان مؤاخذة الواحد بالليل بيعمل حاجات مش ليه يعني. يعني. طيب نام نام. تصبح على خير. تصبح على خير. طب نام يا معلم. في حاجة يا معلم؟ ليه ابدا اصلي يا نام نام. لا ابدا ببص على البتاع ده. لا ابدا ببص على تصبح على خير يا معلم. ضربه منك مفيش فايده. بنجيلك منه ريح سد واستريح. يا هشام، طلع كام المبلغ اللي هبرره النهارده الصبح من الاوتوبيس؟ 60 جنيه و30 قرش بالظبط. ايه ده مبلغ شويه قوي، ده ما يكفيش حتى الواحد يسهر في المحل عند طنطك انعام قرني. على العموم انا هلبس وننزل نلف لفه نخبر لنا فيها كام جنيه تانيين. واجب يا انكل عشان نروح نسهر عند طنط انعام قرني وشوف البنت حنان. اسمها حنان ايه يا انكل؟ قرني، مفيش حد هناك ما اسموش قرني. حنان قرني، ده قرني، دي قرني. ماسك الفلوس ولا حرام ابن حرامي. على راي المثل، من عاشر الام 40 يوم صار منهم او صاروا منه. وده شام. نعم يا انكل. اوعى تكون مدكن حاجه كده ولا كده. عيب يا انكل. عمر الحرام ما ينفع يا ابني. الراجل انا دينا. مين دينا؟ دينا مراتك. دينا؟ ايوه دينا. دينا؟ ايوه دينا. الله يخرب بيتك، اللي جابك هنا؟ مش مهم ايه اللي جابني هنا، المهم الفلوس فين. انا جاي اعرف مكان الفلوس، انا وابنك هنموت من الجوع. دينا حبيبتي،
تينا مش وقت عواطف الله يسترك. تينا تعالي حسك. مش دلوقتي اطلعي فوق. لا اطلع فوق فين؟ تعالي وحشاني عمك عباس لو صحي ودينا في داهيه. هاتي واحده بس يا حبيبي. عمك عباس يقوم بعشرة. بوسه بس بوسه. بوسه مين؟ عمك عباس ما بيتفهمش بالبوس. بقول لك ايه تينا الباروكه مأمله خلقه ربنا ابعد عني. بس بيت كده بقولي وكلمني الفلوس فين؟ الفلوس فين؟ انا لازم اخرج من هنا. انا واخده حكم شهر بس لازم ارجع. انا سايبه الواد هشام لوحده في الشقه مع المنيل بنيل اللي اسمه نوفل بتاعك ده. مع مين؟ نوفل. نوفل ما تزعلش. سايبه الواد مع نوفل؟ ايوه. انت اتجننتي؟ اعمل ايه؟ انت حصل لي مخك حاجه؟ بقول لك مش لاقيين ناكل. الله ما هي زاد الفلوس فين قبل ما يصحوا يودونا في داهيه؟ فلوس لسه هم كم الفلوس يا دينا؟ حتى هنا عمرك ما قلتي الحمد لله. عمرك مرضيتي باللي احنا فيه. متجوزه مهندس محترم قد الدنيا باين على ابو الفلوس على العمل الفلوس. يا ريتني ما سمعت كلامك. يا ريتني فضلت محتفظ ببيتي وبابني وبشغلي. كل ده عشان الفلوس. وادي النتيجه. الواد مرمي مع واحد حرامي في البيت وانا وانت هنا في الهنا اللي احنا فيه ده. وكله من زنك وزنك. عايزه وعايزه وعايزه وعايزه. انت عارفه انا بحافظ على نفسي بالعافيه هنا في وسط الوحوش دول. عارفه لو اكتشفوا انك واحده ست هيعملوا فيك ايه؟ عارفه عارفه هيعملوا فيا ايه. كويس. المهم انت بس تبعد عني البلوه اللي اسمها عباس دي. وانا اي حد تاني غيره هيقرب لي هشرحه. تشرحيه. الفلوس فين يا عزه؟ ما تضيعش الوقت. فين؟ منك ومن الفلوس. تعالي ما اقول لك. تعالي احسن حد يكون صاحي يسمعني. خرب بيتك. لو اضمن ان الفلوس دي تسعد الواد. قول بس. يلا. بتعملوا ايه بالصلاه على النبي واحنا نايمين يا مامي؟ يا مامي انت اكيد مسكون خنفس واحنا مش داريين. بقول لك ايه يالا؟ ده انا طرمك. ده انا اجدع من اهلك. احترم ذات نفسك بقى. قلت لك مفيش سجاير. يعني مفيش سجاير؟ اقعد ايه؟ طب خلاص عايزين سجاير. هنزلونا على السجاير. هيحصل وحياتك يا نعم يا اوراني. بس هتفتح لي كباريه يا واد يا نوفل يا برع؟ طبعا. امال يعني احنا نوديهم فين؟ على الاقل الواحد يبقى له مركز ويبطل بقى شغل الشوارع والنط في الاتوبيسات. اهو كده بقى اتجوزك. وليه لا؟ طبعا اتجوزك. هو معقول احلاقي زيك يا جميل يا قمر؟ انت خلاص بقيتي في العلان وما شاء الله وبقيتي اركست قد الدنيا. حلاوتك. اهو كده بقى تستاهل اسهر معاك الليله. لا وانا مونون وحلو قوي. تعالى يا قمر. بينا.
عندك شرطه من ستك ليه؟ ماليش. اجيب لك كرسي معسل يا جدع. حل عن سمايه بقى. عليا النعمه من نعمه ربي انت واد خنفس. اقول لك ايه، حل عن سمايه بقى واحترم نفسك بقى شويه. قول يا جدع انت. قول يا جدع انت. الصبح ده يومك المنيل في ليل. هدي يا جدع بقول لك. اوعى اجيب لك سمايه. اوعى انت نتن. هسخيك سمايه. عليا النعمه انت نتن. اوعى يا جدع. يا عله يا عله يا عله. الله 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 الله. انت مش طعم رجالي ابدا. ابا اوعى كده. الله 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 الله. انتوا بتخلصوا بالنا ليه يا رجاله؟ الله ده احنا جدعان قوي. وسيب من يتخانق يعني. انا فين؟ بس بس لا 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 بس. الله انا ايه اللي طلع لي ده؟ انا اتنشنت يا رجاله. هات يا رجاله. انا جيت جنبك. يبقى انت اللي مؤاخذه. عشان ابدا تابع. شفت يا معلم؟ المسجون ده طلع واحدة ست واحنا مش عارفين. ما معقول ده يحصل؟ واحدة ست في وسطينا واحنا مش دريانين؟ حق بطلوده واسمعوده. طلعنا ناطف يا معلم. وجلادل كمان. والمصيبة ان الباشمهندس عارف ان المسجون ده واحدة ست ولا قال لي ناشي وعمال. الله الله الله. ده على كده بقى انا مش معلم. ده انا بعوطي. بعوطي وبس. وقرطاس كمان يا معلم. انت ايه كايدك يا حرمه؟ جيت هنا ازاي؟ احنا عايزين نفهم قبل ما نروح المورستان. يمكن هيعملوا سجن مشترك يا معلم زي مدارس البنين والبنات. يا ريتنا كنا مسجونين في سجن الحضره في اسكندريه، تلاقي كل المسجونات بالمايوهات. انا هقول لكم كل حاجه. الحقيقه الست دي تبقى مراتي. مراتي وام ابني. قديمه. العب خير يا حبيبي. والله العظيم يا معلم زي ما بقول لك دي الحقيقه، مراتي وام ابني فعلا. طب جد هنا ازاي؟ وعشان ايه؟ فهمنا يا معلم. ده بيضحك علينا يا معلم، عايز ياخدها لوحده. ده ده معقول؟ ده احنا قراطيس بقى. والله العظيم والله العظيم مراتي، مراتي وام ابني فعلا. انا هقول لكم الحقيقه، هي دخلت هنا عشان تعرف الفلوس اللي انا سرقتها فين. وانا مستعد اعمل معاكم اتفاقيه. اتفاقية ليكوا كلكوا. لكل واحد فيكوا هديكوا 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، 30,000. هديكوا الفلوس كلها بس محدش يجي جنبيها. اوعى كده. تعالي. ده هي اتسرد ولادها. نزلت؟ ده اوعى. اللي هيجي جنبيها الحشرة راحوا. يا شيخ اتنايل، ده انا فحصك زي صرصار. لا لا يا معلم، دي مراته صحيح، وانا شفتها بعيني في المحكمة يوم ما امتصينا الحكم. حيا بالسعيد حنفي. ايوه يا شويش. افلام. الله يبشرك بالخير يا شويش. طيب بقى نشوف وشكوا بخير يا رجالة. مع السلامة حنفي. مع السلامة يا عزت. ما تنساش. في الحفظ والصون. السلام امانة. حاضر. لهشام. ان شاء الله يا حبيبي. اشوف وشك بخير. الله يخليك يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة اخويا. مع السلامة اخويا. يلا. يلا ربنا ياخد اللي خلفوكم. خسارة فلتت من ايدينا، كانت هتنسينا الغول اللي احنا فيه. ما خلاص بقى يا معلم. أبا فين وهتبقي مليونيره.
لكن على مين؟ لا ده انا قاعد هنا لغايه ما اخد حقي. لا يا حبيبي، كل قرش دفعتهولي هديهولك بالنكله وبالمليم. هتتحاسب بالنكله من اولها؟ مليون جنيه هتحاسبيني بالنكله؟ نص بالنص، 50-50. 50-50 مين يابا؟ هيقول لي 50-50؟ لا الهيبه ولا الهيبه؟ الله، انت بتضربي كمان؟ والله يا عيال، ده انا اللي صاحب الفكره، انا اللي عملت لك الكرش ده، ولا عملت لك الشرف، ولا اللي خليتك دخلت السجن عند جوزك؟ فكرتي عرفت منه مكان الفلوس، والاخر تقولي لي مش عارف ايه؟ لا ده على جثتي، عليا وعلى اعدائي. ها من اولها نخعنا ومشاني زي هدومه. انا عارفه انك خسيس وجبان وتعمل اي حاجه عشان الفلوس. هديك اللي انت عايزه. وهنقبض امتى من غير مقاطعه؟ يا عم سيبني يومين، سيبني يومين اجيب الفلوس. الله، اتفضل بقى من غير ما ترد، عايز اقعد معاك شويه. ماشي، تحت امرك يا ست دينا. سلم الشنطة اللي فيها الفلوس، وإلا هشرفه بالساية، ولا من شاف ولا من دري. طب ولو قلت لا، انت مش عارف هتاخد النص يا انت؟ لزوم ايه بقى الحركات دي؟ ما تفوت عليا بعد يومين في البيت وخلاص. محدش يعمل لك ده، انتوا تقتلوا القتيل وتمشوا بجنازته. سلم الشنطة. اديله يا رب انفدي بجلدك. مين المزة دي يا حبيبي؟ مين انت؟ مين سيادتك؟ انا انعام قرن يا روح، خطيبته، وقريبا سحاب امراته. اهلا اهلا. طب ولو قلت لا هتعمل ايه؟ هشرفط لك وشك. طيب خلاص، اقبل بالفلوس. خلاص، ما تزقيش، هديك النص. خلاص اوعي انت، انا هوريك. وانا اوعي يا اخي، افتح من عندك. انا عايزك انا وهو. بوليس؟ طبعا البوليس، وكنا بنراقبكم من زمان. انا ماليش دعوه حضرة الظابط، انا كنت حدبح الارنب. ما بكتلي على شونه يا نوفل يا برعي، المنحوس منحوس لو حط على راسه فانوس. ما حدش نحسني غيرك. انا برضه يا نوفل. الله الله، خلاص يا جماعه، انتوا اخوات. خلاص يا بورني، خلاص يا قرعي، خلاص بقى يا ربي بعد العذاب والبهدله دي كلها، ومستقبلنا اللي راح، والواد اللي اتشرد ده كمان ما نتمتعش بالفلوس. يا مدام دينا، صدقيني الفلوس الحرام عمرها ما تنفع ابدا. وعلى فكره احنا كنا مراقبينك كويس قوي من يوم الحادثه، واحنا كمان اللي سهلنا لك مهمه دخول سجن الرجاله عشان تقابلي عزه جوزك، عشان تعرفي منه مكان الفلوس. وفي الوقت نفسه كنا حاطين مخبرين عشان يراقبوكوا، وعلشان يحافظوا عليكي لو حد اكتشف انك واحده ست. يا نهار اسود، كل ده انا معرفش يا حضره الظابط. ما هو ده بقى شغل البوليس. اتفضلي يا مدام دينا، بس المره دي بقى على سجن النساء مش على سجن الرجال. خدوهم على البوكس. انتوا ضيوف، اتفضل. طب والله انا باجي عشانكم، والله تعبتكم معايا قوي. الله يخليك. اهلا اهلا، انت شرفت. ايه اللي جابك هنا تاني؟ بصراحه عبس، ما برتاحش الا فرشتي هنا، بره بحس ان انا تايه، بلاقي نفسي هنا. نوف عايز ايه الاخبار؟ الجماعه زيهم كله تمام؟ هشام عامل ايه؟ طمني، قول لي. ما اخبيش عليك يا عزت، ايه البوليس قبض على مراتك ومعاها الفلوس والشنطه وخد كل حاجه. خد كل حاجه؟ معلش، زعل مراتك مش هيحس عليا.
هشام مش هيروح امريكا، هشام مش هيبقى دكتور. عملت كل ده عشانه، عملت كل ده عشان هشام يبقى دكتور. يا ترى عامل ايه لوحدك يا هشام؟ جنين عليك يا ابني انا وابوك، هتعيش ازاي وهتاكل منين إيه؟